السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقي في هذا الشهر الفضيل وموضوع جديد من مواضيع اللي تخص الصائم المسلم في شهر رمضان المبارك. اليوم أبغى أتكلم عن مرضى، خلينا نلمهم في سلة واحدة، وهم مرضى التصلب اللويحي ومرضى الاعتلال الطرفي العصبي بولي نيوروباثي and multiple sclerosis patients. هؤلاء المرضى مرضى من نوع خاص. عادة أيام العادية اللي هي أيام الفطر، أيام الأكل العادي، ما بيقدروا يتوقعوا إيش اللي ممكن يحصل معاهم نتيجة العمل اليومي أو طريقة الحياة اليومية من أكل وشرب وخروج وحركة إلى آخره. هل شهر رمضان استثناء؟ هل في شهر رمضان هناك وضع جديد يحصل مع هؤلاء المرضى؟ هل بتتغير ظروفهم؟ هل بيحصل معاهم وضع صحي مختلف أفضل من الوضع أيام الفطر أو أسوأ؟ هذه الأشياء راح أناقشها معكم في حلقة اليوم. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لمرضى الاعتلال العصبي الطرفي بجملتهم، هم مرضى يعانون من مشاكل في الطرف بالأعصاب الطرفية نتيجة إما قلة تروية أو تجمع للسموم في الأعصاب الطرفية خاصة في الأنامل والأرجل. تكون هذه المشكلة عادة معتمدة كثير على مرضى السكري، مرضى التسمم بمادة الرصاص، المرضى اللي بيشتغلوا كثير في أصباغ، في المواد الكيميائية الصبغية، في محلات البنزين، في مصانع البترول، مصانع المنتجات النفطية. هؤلاء هم أكثر المرضى اللي بنشوفهم عندنا في العيادات بيعانوا من هذه المشكلة. مرضى التصلب اللويحي هو مرض غريب، مرض إلى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن ما هو سبب هذه المشكلة. لماذا يحصل عند الجهاز المناعي فجأة نوع من التهور، ويبدأ الجهاز المناعي يكون أجسام مضادة تهاجم نفس تهاجم الجهاز العصبي الخاص بالمريض؟ ملاحظاتي الشخصية، لا أتحدث عن دراسات لأنه للأسف الدراسات غير ناضجة في هذا الموضوع، ولكن ملاحظاتي الشخصية، هذه الشريحة من المرضى، مرضى الاعتلال العصبي الطرفي ومرضى التصلب اللويحي، في شهر رمضان إذا صاموا يكون شهر رمضان بالنسبة لهم أكثر أشهر راحة. وهذا يؤيد نظرية أنه نوعية الغذاء ونوعية الحياة اللي بنعيش فيها هي قد تكون أحد أسباب هذه الأمراض وهذه الحالات. قلة دخول السموم إلى الجسم وتحفيز عملية الأبوبتوزيس، عملية القضاء على الخلايا الكبيرة، الخلايا الشيخة، الخلايا التي تتجاوز عمرها العمر الطبيعي لأي خلية في الجسم. في مرحلة الصيام هذه عملية الأبوبتوزيس بتتفاقم وبتتضاعف أكثر من أيام العادية، فبيبدأ الجسم يتخلص من هذه الخلايا الكبيرة جدا في السن والخلايا المريضة والخلايا الضعيفة، ويكون مقابله بناء خلايا جديدة، خلايا نشطة، خلايا صغيرة في السن وخلايا عندها القدرة على العطاء. هنا تؤيد النظرية هذه أنه لشيخوخة الخلايا وتراكم السموم في الجسم لها دور في هذا المرض. طبعا لا تزال الأبحاث قائمة، ليس لدينا دليل ملموس، ولكن حسب الملاحظات اللي أنا لاحظتها على مرضاي. وعليه أؤكد أن صيام شهر رمضان لهؤلاء المرضى يعتبر نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أنعمها عليهم وأنعمها علينا حتى نحاول أن نخفف من معاناتهم. بمعنى في أحد الأحاديث النبوية الشريفة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، في غير طبعا شهر رمضان. لذلك أنا أحبذ لهؤلاء المرضى الذين يعانون من التصلب اللويحي ومن الاعتلال العصبي الطرفي صيام داود عليه السلام، بحيث أنهم يحفزوا جسمهم على بناء خلايا جديدة صغيرة في السن نشطة عندها القدرة على التحكم في وضع المرض اللي عايش فيه المريض. طبعا أؤكد هنا على قضية مهمة جدا، لابد وأن نصوم كما كان يصوم المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة. صيامنا في الوقت الحالي أنا لا أراه أنه صيام محبوب، إنه صيام مذموم. طريقة الأكل اللي بناكل فيها وطريقة النوم اللي بننام فيها كلها يعني بعيدة جدا 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 عن مقصود الصيام. الغرض منه هو
ليس المشقة والتعب، وإنما تطهير الجسم وتطهير الروح، تطهير الجسم من النفايات اللي موجودة فيه. وإذا ما كان فيه مع الامتناع عن الأكل والشرب حركة ونشاط، ما كأننا عملنا شيء، ولا كأنك يا أبو زيد ما غزيت. صوم وتحرك وامشي ومارس الرياضة كما بينا، وسنبين في أفلام أخرى كيف يكون ممارسة الرياضة في نهار شهر رمضان المبارك، ويكون صيامك مستمر حتى بعد أن تفطر، أن تظل ممتنعا عن الأشياء الضارة بالجسم. ونحدد هنا التدخين، الكحول، المنبهات، المواد الحافظة، الأكل الذي يحتوي على صبغات، المعجنات، المقليات بأنواعها، كل هذه الأشياء حاول أنك تتجنب عنها وتبتعد عنها ابتعاد كامل، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك أولا أجر صيام شهر رمضان، ثانيا أن يمنحك الله سبحانه وتعالى صحة أفضل مما كنت قبل شهر رمضان من معاناة مع مرض الاعتلال العصبي الطرفي واعتلال التصلب اللويحي. هذا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وطاعتنا وقيامنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.